أبوتريكة الكل الملعب يصفق لأبوتريكة، لا تترك الملعب. هذه هي التحية الجديدة لأبوتريكة لهذه الجماهير على الطريقة الإسبانية، ولكن الذهاب
يا عم الناس يسعد كل وأبوتريكة رمز لمصر ورمز للرياضة المصرية ورمز للمواطن المصري والشاب المصري. أبوتريكة الإنسان قبل أن يكون أبوتريكة اللاعب الفنان الذي أسعد وأسعد العرب كل العرب بفنياته وإمكانياته. بالعكس في الاول بتبقى ولا حاجه، كل اللي حلتك حلو، معاك حبه موهبه مش عارف تعمل بيها ايه، بتعافر مع الدنيا على امل انك في يوم توصل، بس من غير ما حد يوجهك الموهبه بس مش هتوصلك لبيتك، لازم تتعب عشان تروح ويبقى ليك لمسات حاجة بتاعتك انت ولسه جوه وبره الملعب، عشان لما تيجي اللحظة وتسأل نفسك انا مين؟